السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح النور والزهور. معكم الأخ ديالكم كوانغ عبدو. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الشيء اللي تار انتباه ديالي وهو هذا اللون اللي تعطل هذه الشجرة هذه والأشجار الأخرى، ولكن هذه حيت قريبة ليا كتبان ليا مزيانة، شيء جميل. اش غادي نقول لكم؟ احنا مازال في هذا الفصل الخريف سنه 22، الخوت كيبان لكم واحد الستاند هو هذا. هذا الستاند كيدار من العام للعام في هاد البدايه ديال فهاد التواخير ديال السنه. وانتم كتشوفوا هذه راها بيفيت، شو بيفيت دايرينها؟ لانه من وقت ديال الخريف الاخر ديال السنه كيديروا واحد البلاتفورم. هانتوما كتشوفوا المعدات، هانتوما كتشوفوا هاد البلاتفورم كيصيبوها. اولا كيبداو بالخشب. هاد البلاتفورم اخوتي كيديروها حتى هي كيف قلت لكم من العام للعام في الاخر ديال السنه. كيديروها كيصايبوها بلاتفورم باتينوار. علاش؟ كاين الناس اللي كيكون عندهم عطل كيمشيو يتزحلقوا في الثلوج في الجبال، وكاين الناس اللي ما عندهمش كيقراو او خدامين كيجيو هنايا في العشيه، وكاين اللي كيجي بالنهار ميقات ما بين الغداء كيجي كيكري الصباط هنايا برخص الثمن، وكيدخل الدروا دونطري وكي سميتو كيتزحلق كما ينبغي. المهم انا درت لكم دابا غير البدايه، من بعد ان شاء الله ملي غادي يكون غادي نعاود نصوروا بالثلج ديالو وبالناس كيتزحلقوا فيه. ايوا هذا غير اصطناعي. المساله اللي زوينه هو في جميع هاد السيكتورات اللي كتشوف هاد المباني كلها ما بين بناية وبناية كتلقاو هاد المرافق ديال التسلية ديال الأطفال. وأحيطكم علما بأن هاد الأيام صاب الشهوات بالليل. هانتوما كتشوفوا الأرض مبللة. وهنا بالنسبه للناس اللي ما كيمشيوش لاصال وكيجيو غير نهار الحد يترينيو في التيران وداكشي، كيجيو لهنا ينشطوا العضلات ديالهم. راه في يدير شي فيديوهات فيهم هادشي هذا، ولكن غير جاوني في الطريق وصافي. دابا انا راه عندي الغرض بواحد المساله، بواحد البلاصه اخرى اللي باغي نصور لكم فيها. فوالا واحد المعلومه، هذه راها كوليج ثانويه كتقرا فيها البنت ديالي. ما كاينش عندهم الحيط داير بهم، كاين لي باتيمون من هنا ومن لهيه. ملي ما مشيتي تدخل المدرسه ما عندهمش داير بها الحيط والباب الكبير والعساس، ما كاينش هاد المسائل هادي. وغادي نوريكم المدخل الاخر اللي كيدخلوا عاوتاني.
وهذا لو جاردان كان في الاول روض ديال الاطفال روض، لكن ملي بنوا واحد البنايه حولوا داك الروض في ديك البنايه، وهذا الروض اللي كان هنا قديم داروه جاردان للاطفال، كيجيو الامهات بالاطفال ديالهم وداكشي، وكي ياخذوا واحد الوقت سميتو واحد القسط من الوقت كيعيشوه هنايا مع الولاد مع الوليدات ديالهم، ودايرين لهم البلاصه فين ياكلوا الا عندهم شي ساندويتشات طويبلات بالكراسه ديالهم. انا غنكبر باش يبان، انتما تشوفوا الخوت، والفوق مظلل على الشمس. وهاد الجاردان مقابل مع المدرسه، ها المدرسه كيف قلت لكم الخوت مغطي هاد الشجر، ولكن غادي نمر من واحد البلاصه اللي غادي يبان لكم الدخله ديالها، يعني ماشي الدخله ديالها، الدخله عندها بزاف ديال البلاصه منين يدخلوا التلاميذ او الطلاب او الطلبه. هانتوما الخوت، وريتكم الدخله الاولى من لافاساد، والدخله الثانيه من هنايا، وكاينين دخلات من داك من ديك الواجهه الاخرى. هانتوما الخوت فوالا، وعندهم شي طوابل حاطينهم تما في الساحه، واش ديال بيمبون سيرمون ديال بيمبون. هما هادو اللي كتشوفوا، وفي الجوار ديال المدرسه كاين هذا المبنى، هذا البناء راه مركب ثقافي وفيه لابيسين لتحت، وهاد لابيسين مغطاه وكيعوموا فيها الطلبه. كل قسم عنده واحد الوقت ديالو خاص، بحال دابا البنت ديالي نجت في الصباح، دابا راه عندها مع 8:20 مينوت مع 8 وثلث فوالا، عندهم الكور هنايا ديال لابيسين، ومن بعد ملي كيساليو كيتحمحمو كيلبسو كيمشيو للمدرسة ديالهم. وهنا كاين دو كاين ان كغون تيغان، يعني دوبل تيغان دو باسكيتبول. عاود دخلت مع هاد السنتينيل اللي فيه ان كغون اسباس، كاين ان كغون جاردان عاوتاني هنايا للاطفال. يعني مرافق التسليه اغوغو، ما كاينش مشكل تلعب وليداتك ولا هذا، ما كاينش مشكل فوالا. وهنايا كاين واحد الواد، ماشي واد ان غويسو دايز، انا نصور لكم فوالا الخوت. مالوغوزمون ما نقدرش نصور من هاد الجهه يعني شمالا ويمينا، لانه مغطي بال بهادشي ديال الاشجار والاغصان وداكشي. هانتوما كتشوفو من هنا مايمكنش سميتو، غير لقيت هاد الفجيوة هنايا، رانا درت فيها التصوير شوية وصافي، ربما هنايا غيكون شي هنا كاين واحد شوية كيفاش هنا كيجيو الاطفال كيتمرحوا مع راسهم، يعني ما كيلقاوش داك المشكل ديال المكوت في المنزل.
هاد البناية هي بناية جميلة، مؤسسة ديال الدولة بالضبط، ما عرفش واش كومين واش ما عرفش بالضبط. هي هذيك المؤسسة غتكون مدرسة، هذه السير ما غتكون مدرسة ديال الأطفال الصغار، لأن بانوا لي لي تروتينات. قلت أنا ربما شي مدرسة ديال الأطفال الصغار. الحمد لله لقينا منين نصوروا هذاك الزغويس وهذا اللي ديز. وغادي هذه قنطرة أنا اللي فوق منها دابا، كنت مشى فوق منها وغادي وغادي يبقى غادي. هذا دابا راه ما ينحصرش حتى يمشي حتى لولاك، واحد المسافة طويلة يمشي فيها حتى لولاك. الخوت قلت لكم بأن الكوليج هنا ما كاينش السور، هاد الدقدقة دايرينها غير ديكور هنا. فوالا ديما كندوز كنلقى محطوطة، دونك سيت ان ديكور ماشي ربما قديمة سميتو. وهذا ميني فوت، تيران ديال ميني فوت ديال كيخرجو يلعبو فيه، يعني مرافق التسلية اكوكو كيف كنقولو، فيه فوت و باسكتبول، السيرسو ديال البانو ديال سميتو. هادي ساحة ديال سميتو لي غولوغ، لي غولوغ دونك لعبو سكيت بورد، و لي غولوغ راه كيجي هنا يتمرن. هذا اللي مال الهضبة. هنا واحد القضية الخوت، شي حاجة تنسات هنا، شي ملابس كتبقى تياكلها البرد والشوات والثلج. ما كاينش واحد كيهز شي حاجة، شي فيتمون مليوحة محطوطة نساها مولاها ولا هذا. هادي يعني لاحظتها بزاف، يعني واخا يكون امس الحاجة ليها ما كيتوشيهاش لان ماشي ديالو، شي حاجة ماشي ديالو كيخليها تيجي ليها مولاها. وهادي هي المدرسة عاوتاني من هاد الجانب، هذا الكوتي دو ديغيغ، يعني الضفة الأخرى. ايوا الحمد لله والشكر لله، إلى هنا ننهي هذه هذا الشريط او هذا الفيديو. وتبارك الله عليكم الخوت، الله يحفظكم. اللي عجبته الفيديو يتقاسمه مع صحابه، هذا ما كنطلب منكم في الاول، كنت كنطلب يكون سميتو بزاف الاشتراك الاعجاب، دابا ما بقيتش سميتو، راكم فهمتوا القاعده. وتبارك الله عليكم وكنشكركم بزاف الخوت، والحمد لله راه بكم باش غاديين وكنزيدوا القدام. وتبارك الله عليكم الخوتي، الله يحفظكم. وراه هادي راه قناة ديال الكل، ماشي غير ديالي أنا، يعني مادام إنسان كيتفرج فيها وداكشي راه كتبقى في النصيب ديالو تاهو. إيوا الخوت، خليتكم على خير، الله يعاونكم. هادي الخوت راه طاولة ديال البينبون في التيران ديال الفوت، في الجنب ديالو، محطوطة تما اللي بغا يلعب كرة الطاولة. ايوا خوتي، هادي هي آخر كلمة غنقول، الله يحفظكم، مع السلامة، إلى فرصة قديمة إن شاء الله.